السلام عليكم ورحمة الله. نتجه اليوم إلى هذه القرية البحرية تحت جبال مسندم وعلى شواطئ البحر، إنها قرية كمزار. في كمزار تفاصيل كثيرة ومفاجآت جميلة. أهلا بكم. في هذه الرحلة نحن برفقة المواطن علي بن عبد الله بن محمد الكمزاري، سيأخذنا إلى كمزار أول. أبو محمد، نعم، كيف حالك؟ يا حيك، عساك يا مرحبا بك، يا مرحبا بك، الله يخليك ويبارك. احنا نباك تأخذنا في جولة. والله تفضل، ونباك كذا تعصر ذاكرتك يعني القديمة. ولا يهمك، نبدأ من هنا؟ اي نعم، يعني ما شاء الله عيالكم على البحر. البحر، نعم، يقولوا في مثل ابن الوز عوام. أول شيء أكيد. وعيالكم على طول في البحر. على طول في البحر، نعم. تذكر أنت أول هنا؟ إيه أتذكر طال عمرك، نعم. كيف كان المكان هذا؟ كان المكان هذا أول، لأن تشوف لأن العيال ماشي كهرباء ماشي عشياء هذا، لأن يلعبون في البحر وشوي يروحون في البيت سبحون ما طوي. انت كيف كنت؟ كنت انا نفس الطريقه مثل ما الحين العيال هالنمون، نفس الطريقه يعني. زين، انزين، ولا يعني تقريبا يعني ساعه بالثلاثة الفجر، ايه، القوارب جاهزات ويطلعوا البحر. ثلاثة الفجر؟ ثلاثة الفجر هذا يعني. حق الصيد؟ حق الصيد يعني، ايه، انزين، بيرجعون حد منهم الساعه 12، حد من جو الساعه 3، حد يجي الساعه 4، يجيبون قباب. هذا سعوه، انتم تقولوا سعوه طبعا، ايه، احنا نقول قباب. زين، يحطوه هنا ويشقوه ويملحوا، ايه، يون اهل بصره او طريق يعني من صوب زنجبار صوب عمان، ايه، ويشتروا يعني مالح هذا، ايه، هذا يعني اداه القديم يعني هذا اولا، ايه، يعني، ايه، فبعدين بيستوي يعني في زي ما تقول مرحله هذا، ايه، اخر اواخر خمسه يعني او 15 5، كان هذاك الايام، ايه، ماشي مدارس، ايه، انزين، يرحلون على الخصب. زين، يرحلون الخصب، يقيضون في خصب، تروحوا تقيضوا في خصب، في الخصب لان قوارب، ايه، قوارب على هوري، على يعني قوارب مش هوري، وقوارب كبيره كبيره يعني. زين، انزين، الحريم يجلسون فوق الفنه، ايه، وريايل يرون. زين، يرون الى الخصب على مقداف، على المقداف الى خصب، الى خصب. كم تاخذوا منه الخصب؟ والله طال عمرك ناخذ يعني حسب يعني البحر يعني. تاخذ يوم كامل ولا لا؟ لا لا لا، على الاقل اربع ساعات خمس ساعات كذي يعني. ايه، هذا بدون ماكينه؟ بدون ماكينه، بدون ماكينه. ايه، لكن ريايل اول يعني، ايه، يرون يعني. نعم، انزين، شو الاكل؟ التمر وعيش بس. هذا الاولين. والسمك؟ والسمك. ايه، انزين، وهذا يعني انا لما شفت يعني الحين لما صارت يعني تطورت شوي 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 شوي، ايه، الدنيا يعني الحمد لله، وجلال السلطان يعني ما قصر يعني. نعم، وطورت الدنيا شوي شوي يعني، البلد يعني تطورت يعني. لا الحمد لله اليوم يعني كل شيء فيها، كل شيء متوفر الحمد، نعم، لله يعني. زين، زين، يعني كمزار قرية على الجبل. الجبل، نعم، وسطها وادي. وادي، نعم، نعم، نعم. المكان ضيق. ضيق، نعم، صغير. صغير، نعم. وما لها درب؟ ما لها درب، ما لها درب، ما بر، لها درب بر. يعني اليوم هني موجودة أعتقد سيارة واحدة ولا سيارتين؟ سيارتين بس، لأن ما لها داعي هني، ما لها داعي، ايه، لا هذا جابوه حق المستشفى، ايه، ويابوه حق المدرسة. الوصول هنا يا بالبحر يا بالجو. يا بالجو، نعم، نعم، في مهبط، نعم، الطيار العمودي. عمودي، نعم، نعم. فالحين صارت حاليا لأن الحمد لله وسائل كثيرة. أيوة يا أستاذ محمد، لأن طراريد نص ساعه ساعه رايحين جايين يعني، ايه، انزين، نعم، زي ما تقول يعني ما مثل اول يعني، ايه، فالحمد لله كل شيء توفرت يعني. نعم، يعني المكان هذا المكان يعني ايضا اول، كيف كانت البيوت؟ من ايش تبنوها؟ البيوت من حصى، من حصى، ايه، وبايش بايش تكسو الحصى؟ الحصى جص، شيء جص؟ لا ما شيء جص، ايه، الطين هذا،
طين مزرع ايه مال الجبل مني من الجبل هي من الجبل زين زين وفي وساتيد وفي وساتيد نعم ايه لا زالت موجودين الحين شوفوا مساكين يعني طيب لما تبغوا تبنوا بيت تتعاونوا انتوا الحين نعم نعم والجيران نعم نعم كلنا 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 كلكم كلنا نعم ومن خلصتوا البيت خلصنا البيت خلاص صار فرحه هي الفرحه نعم وتصير وليمه نعم كل شيء وذبيحة وكل شيء الحمد لله يعني وفي فن تمارسوه يعني نعم كل شيء كل شيء ايش الفن الموجود الفن الموجود لانينا ما عندي اللي ذكر طالمك يعني بعض المناطق يسووا رزفه رزفه نعم رزفه طبعا عندنا انتوا ايش تسووا يوم تفرحوا لان ماشي بس الفرحه بس ايه ايوه نعم فانا اصبح اليوم فاصبح اليوم يعني اذا انت انا بنيت بيت ايه الجماعه كلهم يساعدوني ايه خلال يومين ثلاثه اربعه وفان نفسك يعني ثاني مره فان اصبح اليوم نفس الطريقه بعد يعني ما تسوي هني رواح الرواح نعم ندبه رواح هذا اللي اسالك فيه ندبه رواح ندبه في العرس ايه في العرس يعني ايه لما يصير العرس ايه يصير الندبه ويصير فرح ويصير الدان ايه الدان يلعبون هناك والحريم على البحر على البحر اذا ايه عرس اصحاب البحر على ايه البحر واذا فوق هناك فوق عراويك بعد ايه في مكانات يعني هناك ريايل يدقون دان وهناك الحريم ايه انزين رواح نعم انزين يخلصون يروح يتغدون نعم يصيح الندبه وهو 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 هالنمون يعني أيه. وجاوبوهم الجمايل يعني أيه. لعنا اذا تبغوا الندبه انا بروح اندب يعني اندب نسمعك ايوه كيف تسوي؟ عبد الله جماعه تعال لسانك والله مشكورين شو النمون حلو حلو مني كان بادي السكون ولا فوق شو البيوت وهذه المساكن زمان اول زمان اول لا احنا ماشي هاي احنا حق الوادي الوادي بس هو هذا الوادي اللي يقصر لكم زار ايوه ايوه هاي ترى هي بص مني من فوق نازل ايه انزين يوصل يوم الامطار كثير استاذ محمد هنا يوصل لفوق الفوق ومن هناك نفس الشيء يعني وادي كبير هذا كبير وين مسافه تقريبا من هنا لتقريبا يعني ساعتين ينزل من هالجبال كلها المجموع واحد بس زين كنتوا تستفيدوا من الوادي يوم ينزل اول ولا يروح البحر اول كله يروح البحر لكن نستفيد ما مسويين اي برك فوق في السد زين اذا ما يكون من وين كان ماينا اول كان طوي بس طوي هي كم طوي واحد وحده بس لأهلكم زار كلها أهلكم زار وأهل السفارين يوس من سفر ايه؟ يو من دبي يو من عمان يو يعني من كم مكان يو من صوب إيران من صوب طهران ايه؟ يعني مكان صار عندهم هواء خب هذا كل ينزل من الله هذا وطوي لكن هذا أيام أستاذ محمد ماشي نفر فيه بيت نفرين وثلاثة وخمس يعني ايه؟ الحمد لله يعني البيت تلقاه يعني فيه 15 20 فرد ما شاء الله الحمد لله يعني صح والحمد لله يعني فضل الله والله يعني الحكومة وفرت يعني كل شيء أشياء الحمد لله يعني يعني كان السفن اللي مسافرة هو تتوقف عندكم هنا تتوقف عندنا نعم وتتزود بالماء تتزود بالماء ايوه ماء يعني وينزلوا عليكم ضيوف هي نزل علينا ضيوف والعدم اصحاب الكرام هني نموني يضيفوهم مساكين يعني ايه وبيروحون في المحمل مالهم ايه ويرجعون يعني وين مكاجب ويرجعون يعني نعم فهنموني يعني نعم كيف تقضوا وقتكم هنا يعني يا شغل يا اكثر شيء الحين ترى الناس للدوام دوام ولو ما عنده دوام الظهر يروح البحر اول كله بحر اول كله البحر كله بحر كله بحر نعم الا ما في المساء أي. في المساء رجعوا طبعا يعني يسالوا كيف اللي يعني احواله كيف اللي يعني خلنا نسلم على العم السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك؟ الحمد لله. كيف صحتك؟ صبح حبوري. شابي. عساك بخير. الحمد لله.
من الاسم الكريم أبي. الحمد لله. نعم. كيف حالك؟ علي أحمد علي. علي أحمد علي. أيوة. كأنك قلت له بالكمزاري. إيش قلت له؟ قلت نام توكي. شو اسمك؟ نام توكي. يعني إيش اسمك؟ كيف حالك؟ كيف تقول كيف حالك بالكمزاري؟ يعني تشابي. 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 خويشي. من أهل كمزار أنت. إيه. كيف حالك؟ الحمد لله. كيف صحتك؟ الحمد لله. وين رايح؟ البحر؟ البحر. ها؟ أي نعم. أول كنت تنزل البحر؟ إيه. راعي بحر. راعي البحر هذا نعم. إيه. راعي البحر. تنزل للصيد؟ ايه. عندك هوري كبير؟ ايه نعم. ايه. كيف كان الشغل اول؟ كيف الشغل؟ في صيد واجد؟ ايه واجد. واجد صيد؟ ايه الله. وين تبيعه؟ ها؟ وين تبيعه؟ هنا ولا في خصب؟ راس الخيمة اول. وراس الخيمة تروح؟ ايه ايه. وبعدين خصب. على هوري؟ ايه. على مقداف؟ ايه ايه. لا. ايه. لنج. على لنج؟ ايه. ايه. زين زين جزاك الله خير. السلام عليكم. كيف الحال؟ عساك بخير. بس نعم الحمد لله. من اهل كمزار؟ نعم. كيف حالك؟ من الاسم الكريم؟ علي زيد. علي علي بن زيد بن علي. نعم. ونعومك. كيف الحال؟ متمشي ما شاء الله. زين زين حياك الله. احنا زايرينكم يعني شويه ناخذ كمزار اول. ايوه. بغينا نتعرف على كمزار وطبيعتها. نعم. وكمزار ما شاء الله يعني عامره باهلها. نعم نعم. هي. نعم. يا حيا ابوك سهلا. تمام الحمد لله. خير. اشتغلت شيء اول؟ اول هني ولا سافرت؟ ما سافرت؟ ما سافرت. ما رحت بعيد؟ ايه ما بعيد. هني بس. ايه تمام تمام. ما شاء الله. زرتنا قبل فترة سنوات. انت جيت من سنين. ما شاء الله تذكر انت. هي 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 هي. نعم نعم ما شاء الله ذاكرتك اقوى من ذاكرتي. حياك سهلة. شكرا شكرا. احسنت احسنت. كان اول يوم احنا يعني عمري ممكن 16-17 ذكرت احنا نقعد هنا استاذ محمد ممكن 3 شهور بس. أي. يعني فتره الاول الرباع. أي. اللي بعد شهر 10. نعم. نزل المطر طلعنا السد الجبل. تطلعوا فوق؟ اي فوق. اي حوالي 4-5-6 شهور احنا في الجبل. يعني السنه مقسمه عندكم كم قسم؟ يعني في قسم في الجبل. ايوه. في قسم هنا في الساحل. ايوه. وفي قسم في خصب. في خصب. احنا خصب شهرين. اول صيف القيض. اي قيض بس. ايه. انتهت القيض. ايه. رجعنا هنا كمزار. ايه. لان في اي شهر ترجعوا كمزار؟ نرجع طال عمرك في تقريبا يعني حوالي شهر 9-10. لا 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 لا. ها. يعني نص 8. نص 8. الصيد الصيد يجونا. لحقوا على الصيد. الصيد ومدارس ما مدارس ما شيء. ايه. هذيك الايام حتى. ايه. خصم ما شيء مدارس يعني. صح. زين يرجون عشان الصيد. ايه. واصحاب الحلال يحق حلالهم يعني. زين. احنا كان بذا يعني نصيد البحر. أيه. وعندنا أغنام في الحريم يروحون حق الدبش فوق في الجبل. أيه في الجبل. ما شاء الله الوادي رايح بعيد. أيه. أبو محمد. نعم بعيد طرم. يعني ها الشاغي العظيم. أيه هذا. نعم اللي في الجبل. نعم هذا. نعم نعم نعم. ممتد داخل؟ ممتد ممتد داخل مرة مسافة أقول لك ساعتين تقريبا لتوصل آخر. وعلى هالحال؟ على هالحال. أيه. فوق هناك شوي يعني بسطة شوي زين ما أرسلك هنا. نعم. عند التنور. نعم. زين هناك فوق. أما أيه. هني في النص لا. يعني هني في آخرها كمزار داخل هالوادي ماشي من وين ما جاي الوادي. أيوة. وهذيك الدرب الشاغي الثاني. الشاغي الثاني. هذيك الدرب اللي تروح فوق. فوق هذا فوق. نعم. أيوة. وهذا بتفوق بعد تروح بعد فوق. أيه. السلباد هني. نعم. في وراء في طريق. نعم. وبتروح يعني. نعم نعم. مسويين سد كان سد حماية هذا. سد حماية ماشي. هذا ايش هذا؟ هذا سووه حق اللي اقول لك لما هو كان بناية مال اول. ايه. يعني بنجان مال اول مثل هذاك البيت. ايه. لما جاء نظل الوادي كل يعني شل البنيان. شل البنيان كلها. لما شل البنيان قال له هني كله طلع المقبرة. استغربوا. عندنا هني واحد مطوى ممكن عمره في 80 90 سنة. قال انا ما حصلت هالمقبرة هني.
ولا الوالد ولا غير يعني الناس عندنا. طلعت مقابر قديمة. قديم يعني. نعم. قال لازم نجيب الستر يعني. نعم. وتأثر على هذا وتأثر على طوي نفس الطريقة بعد. لما ينزل الوالد طبعا هاي كل بياكل منه ياكل منه خلاص اختربت الدنيا هنا. وعمرتوا هالمكان. عمرناها يعني. نعم نعم. مبين طوي عودة هذه كانت. إيه نعم عودة طال عمرك. إيه. إيه. الحين ما حد يستخدمها. ما حد يستخدمها. آه. لأن صارت التوفير الماء هي. وصارت يعني ما بعض تيامن من دلنا ما بعض فما حاستخدمها لأن صارت الماء داخل البيوت. نعم. أول كان يستخدموها علشان شو؟ علشان حاجة يعني ترى معروفة يعني ايه ليتغسل منها ويأكلون منها ويشربون منها يعني هالنمونة. نعم. فصارت يعني وسيلة. نعم. تركوها الطوي هذا ما شاء الله. مضى على سنين يعني هذا. انت قلت لي كانت طوي واحدة داخل البلاد. داخل البلاد هنا. وهذه الطوي الثانية. هاي طوي ثانية. طيب هذه بعيدة عن البلاد شوية. بس هذا أحلى. من يستخدمها؟ أهل البلاد ولا اللي ولا اللي نازلين؟ لا 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 أهل البلاد كلهم. أهل البلاد ينزفوا مني. ينزفوا منا. نعم. أوه. هناك اللي في الجبل أيه. ما يستخدمون الماء هنا. من البرك. نعم. وهذا هذا حوض. هذا حوض حق الغنم. اي حق الحلال. نعم. لما الحين الناس يروحون طبعا يقول ضلوا 3 انفر. نعم. يقيضون عشان الله والدبش. اي يعني يوردوهم من هالطول. زين. يعني زي ما تقول الصباح ساعة 5 اي والمساء ساعة 6. هذا الورد. هذا الورد. نعم. فترة الصباحية وفترة المساء يعني. تعرف كم عمر هذه الطوي؟ والله ناس قبل انا طال عمرك ما اعرفها. اي كم لو على 100 وعلى 100 وشيء يعني اللي اليوم عايشين يحفظوا من حفظ العقل حفظوا هذه حفظوا هذا الطول. نعم. وكيف كانوا ينزفوها يعني في كان بكره ودلو وكذا ولا البكره دلو اساس حق الاغنام بس ايه والبيوت هاي شايف تاير مال السياره بنسمها هاي اسمها الربل ربل ايه يخيطوها. نعم. لاساتير. نعم. ويخص مين الابداع. لكن انا ملاحظ ابو محمد اثر الحبل هذا إيه؟ هذا اثر الحبل. اثر الحبل. نعم. هاي اثر الحبل. اثر الحبل لما الحرمه يسويها النمونه بروحها بس كذي إيه؟ تنزف. تنزف. نعم. طبعا الحبل تي هنا إيه؟ وهي واقفه هنا شرواي وشرواي كنت إيه؟ فتي ذب هالنمونه وعلى الدوم. على الدوم. على الدوم. بين بين بين. نعم. وحده هنا وحده هنا وحده هنا واحنا حوالي يدورون حوالي 10 هذه اللي راحوا وغيرهم رجعوا. ايه. النمون على الدور يعني. ومستمرت ترى الحرمه ممكن باليوم 10 مرات. نعم. طبعا هالنمون الحبال لازم يسوي هالنمون. نعم. وما شاء الله يعني مبنايه ما هذا يقول لك يعني. برتقالين ما ادري من بريطانيا ما ادري من يعني اسس هذا الطوي. ايه. سنين يعني تواريخ قديم يعني الناس لحقوا عليهم على 115 على 110 ما عرفوا من هذا. نعم. من الجيل هذا للجيل قبلهم ما عارفين يعني. ايه. وفيها ماي لا زالت فيها ماي هذه حتى النظر لها خطير خطير. نعم جدا. ما حد سقط هنا. سقط ممكن حوالي 15 نفر طاحوني. طاحوا حريم يطيحون شيء ها على راس تحت ايه؟ وبعدين بالنص يختلف الراس فوق لما يطلعوا لا كسر ولا شيء. لا يعني لما يوصلوا للماي الروح غاليه. الروح غاليه. غالي. نعم نعم. يصيرون واقفين. واقفين. ويمكن عشان الماي عميق. لا مش عميق. ما يتعوروا. لا ما مش عميق. قبل توصل ماي ترجع. نعم. ما مش عميق. ايه. ناس مستغربين. قدرة الله سبحانه وتعالى. هني واحد بس يعني تعثرت. نعم. وريال هني. بقى طاح كسري والباقيين لا. واللي طاح كيف طلعتوهم؟ طبعا يجي ريال. ايه. وجيب لها مزمة كبيرة هذا. ايه. زين نسوي له حبلين. وحمني واحمني ورايل الجماعه يصيحون ترى الحرمه طاح في الطوي كل حجر كط يسوون فزعه ترى وثلاث انفار اربع انفار مني ثلاث رفع وهذاك مربوط بالحبل والهي داخله. نعم. مش حريم كبار عاد ويطلعوا عاد هذه بعدها تستاهل ندبه. نعم تستاهل فرح. تستاهل. نعم نعم شيء اكيد. الله يحفظ الجميع ان شاء آمين الله. امين يا رب العالمين. انا ملاحظ حتى هنا في قبور. هي قبور طال عمرك يعني مبين من ضيق المكان. نعم. في كمزار. من ضيق المكان في كمزار كانوا يضطروا اساسا له داخل البيت يدفنوا في كل مكان واساسا له حدا البيت. هذا البيت باب الحوش ايه؟ وهذا لازم قبر. نعم.
ولا ظهرت يعني من ضيق المكان. من ضيق المكان يعني. لكن أصروا الشياب والأجداد أنهم يتوسكوا بالمكان. من المكان. ما دوروا مكان أوسع. ما دوروا مكان أوسع. الحين حتى الحين الحكومة يسوي مكان ونقل يقولك لا هاي مكان فلان وهاي مكان فلان وهاي مكان هذا هاي مكان جدي هاي مكان عمي لازم حطوه قدام. هذا الوطن الصغير داخل الوطن الكبير. نعم. وهالحفرة إيش هذه؟ هذا طال عمرك يحطون فيه حال. جحال هني. جحال يحطون. عشان ما يطيح. وحده هني يعني دور مدار. يعني الحريم لما يجين يستقين مني. يستقين على جحلة. على الجحلة. تنتين. واحدة على الرأس واحدة تحت البعض. والثانية تحت البعض. نعم. الكبيرة فوق والصغيرة. تحت البحر. ولا البلاد. نعم. جميلة مسوي لها فكرة يعني هذه فكرة هذه نعم. مثل الحجلة اللي تتحط فوق الرأس. أيوة. نعم. نعم. سمعت أيضا يقال في قصص يعني هني ما أدري تأكد لنا أنت إياها يعني يقال المعرس هنا يجي غسل. إيه يبردوهني. هني. إيه نعم نعم. نعم. يجيبوه بالشلة والجماعة كلهم. والحريم تموا الورا رياريل وهم يجون إلى هني زين يجيبون طش كبير يحطوا هني حط جيب له ماي حار من حارة من هذيلا من هني انزين وصبوا يجيبوا له ماي وهم على الطويل لا ياخذوا ماي من الطويل من الماي البارد ماي من الطويل البارد وهذا حار ايام برد شهر واحد طبعا من امطار او كذا يحطوني يوقفني ويبردوا زين والحريم هناك يلعبون رياريل رواح نعم لما خلصوا شلوا المعرس ونزلوا هذا في يوم العرس؟ هي يوم العرس يوم الزفاف آخر الزفاف آخر يوم آخر الزفاف مثل يعني يقول يوم الخميس نعم أو دخل شو اليوم الأحد نعم. أي يوم الدخلة هالنمونة في الأخير لما صارت المحطة مال ماء طبعا ودوه هناك الحين تودوه هناك العرس ما ساعات بيجيبون يقولوا كني حريم وراهم عيال وصغار وكذا يعني فيتأثر عليهم يعني سكة تعبت يعني ما مثل هناك نعم هو هناك نعم. على الشارع ورايحين وجايين حلو انت من ساعة كنت تأشر لي على القرن اللي فوق الرأس اللي فوق هراك تقول لي الناس يوصلوا هنا وصلوا نسح ايش وصلوا تمر استخدموا ترى بذا هناك ورا هذاك سكون هناك هي سكون هناك ايه ايش هذا قبر؟ هذا قبر نعم بس لاصق في البيت لاصق في البيت بس لاصق في البيت هذا اكثر شيء اغلب شيء بس يعني لما اسالوهم ما يذكرون يعني ما يذكرون هذا ولا يعرفوا لمن ولا يعرفوا من الذي نعم بس يعني كانت كذا الضرورة يعني ضرورة نعم ضرورة نعم. حصلت كذي من ضيق المكان من ضيق المكان نعم. هذا طبعا قبر طبعا هذا قبر هذا قبر هذا قبر نعم ضك مني بس من كذا الضرورة طبعا لأن فحصلت كذي يعني يقول بنحط كذي يعني لكن الان ما حد يدفن كذا في السكه لا لا ماشي ماشي ابدا ماشي الحين سويتوا بعض مساحات مساحات يعني كذي ودوهم هناك يعني نعم نعم يعني الانسان يتكيف مع مكانه ما يعني مكانه لو المكان ضيق يتصرف يتصرف يعني نعم تفضل ابو محمد نعم انا باري. اتخيل يعني الناس وهي جايه من فوق الجبل راجعه ايوه يعني بين الجبال بين الحصى وبين الطرق الجبلية لما يظهروا على هالمكان ترد لهم الروح نعم ترد لهم الروح يشوفون المدينة شوف البلد يشوفون البحر شوف البحر شوف ربع شوف الجماعة وتتلقاهم الطوي ويرتاحون يعني وهواها طيب طيب نعم نعم جدا يعني جدا لاحظت واحنا هني الهواء كأنه يجي من كل صوب كل صوب نعم 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 نعم, نعم. لا يعني تحسوا بحر كثير لا 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 ما نحس حر ولا كثير. على طول في مثل هالهواء لا لا احيانا كينا حر يعني بسيط يعني مو شيء يعني نقول زي البلد الثاني نعم زي ما تقول حر زياده شده نعم. لا نعم شمالي هنا الهواء شمالي
ومن هني من هالشاغي مبين من هني يهب الهواء. يهب الهواء نعم. نعم. أيوة نعم. كوس عندكم؟ كوس عندنا نعم. ما شاء الله طول السنة. طول السنة. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. ما علمتنا كمزاري؟ كمزاري أبو محمد يعني مانات صبح بوري. صباح الخير يعني. صبح بوري. صبح بوري. إيه. يعني مساء مسيا بوري. مسيا بوري. أيوة. إيه. شابي حالته. يعني كيف حالك؟ زين خويشي كيف عيالك؟ شابي لورته هالنمون يعني. تعرف ايش اصلها اللغة؟ من وين جت؟ والله ما ندري يا ابو محمد. يعني ما حد غير الكمازرة يتكلموها. تكلموا بس. فقط في هذه القرية. في هالقرية. استوت لغة. لغة. أنا زمان حد قال لي إن اللغة هذه تكونت من السفن اللي توقفني. توقفني. يعني جت السفن الأوروبية من هولندا من بريطانيا من فارس من اللغة العربية. يعني يقال إن اللغة هي تكونت من مجموعة لغات. مجموعة لغة يعني. صحيح هالكلام؟ والله اسمعهم يقولون يعني. إيه. يعني. إحنا لقينا الشايب من ساعة لما يسأل عن الاسم إيش قال؟ أيوة. الاسم يوم يقول لك من اسمك ايش هو؟ هو تشابين نامتوكي. نامتوكي. ايه. فنام هذه يعني ممكن انجليزيه ممكن هنديه. ممكن هنديه او تكون افريقيه. نعم. فهالنمونه. زين. الباب ايش الباب بالكمزاري؟ الباب الحوش ولا البيت ولا شو؟ الباب الفردة. الباب فردة الباب. دورو. 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 ايه دورو واكش. شفت كيف انا عارف كم كلمة. ما شاء الله يعني ذاكر. هذا شيء مثير جدا في كمزار. ما حاولتوا تكتبوها اللغة؟ يكتبوها العيال يكتبوها. 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 يكتبوها بأي حروف؟ يكتبوها بالعربي ولا بالانجليزي؟ بالانجليزي يرجع. ايه الله اكبر حق اذر. ابو محمد. ابو علي. مشكور. ما قصرت. بدينا من البحر ونختم عند البحر. امين يا رب. وتعرفنا على كمزار وتعرفنا على اشياء كثيره جدا. ما قصرتوا. شرف مقدارك والله. ما قصرت. احسنت. جزاك الله خير. جزاكم الله خير. انت كدارك يعني راجعين احنا تتلينا بشيء. الله يخليك. احسنت. الله يبارك فيك. احسنت. ما قصرت. مشكور. جزاك الله خير. اديت الواجب يعني. الله يحفظك. الله يحفظك. واذا شيء ناقصين قولوا يعني. ما عليك قصور. مكفي وموفي والله. الله يخليك. احسنت. احسنت. خير. عاد بخير يعني.